السلام عليكم. اوكي هاي كيس عندنا فيها كيريز، فانت جيتيني تسالي، عيدي لي سؤالك. الانفكتد دينتي، احنا دائما بنشيل الانفكتد دينتي انفكتد وبنخلي الافكتد. وحكيت لكم على واحده من الاكس ريز انه قديش انا بشيل بزياده بعد الانفكتد. اوكي حلو. لما انا كنت بشرح هذيك المعلومه كنت بشرحها على اكس راي. اوكي الاكس راي هل بتاخذ كل الانفكتد دينتي؟ لا الواقع اكثر. على الواقع اكثر، هذا هو كان سؤالي. يمكن انا غلطت حكيت انفكتد دينتي على اكس راي، لا انفكتد بشوفه كلينيك. فبس لتصحيح، لما حكيت لكم ماذا بشيل زياده، انا هذا السوسه مبينه وحده يمكن واصل بلب، بس مثلا نفترض انه هون في كيريس، نفترض وكان انا شايف الكيفيتي هون، قديش على ارض الواقع حلاقي الانفكتد؟ خليني احكي هيك، قديش على ارض الواقع حلاقي انفكتد دنتين حيكون زياده. اما ديفينتلي في الكلينيكلي والسن مفتوح قدامي على المريض بدي اشيل الانفكتد اونلي. بوصل للوذري تكستشر. كيف التكستشر بده يكون؟ وودي سوفت وودي مش هارد. لا لما اوصل لعند الافكتد بيكون الافكتد اللي يعني ما في بكتيريا وذري. بس اسيد بيكون خشب اصلا. صح؟ اما الخشب الطري وبتفتت معي بالاكسكافيتر. هذا اسمه انفكتد. هذا انفكتد ليش؟ لانه واحده من صفات الانفكتد لما يكون في بكتيريا بكون معها ايش اسمه فرايبل للفايبرز، الفايبرز خلص بطلت متصله مع بعض. هي ما فيها كولاجين. اي بالضبط. هو لا مش بس هيك، صار في بروتينز والسكرايدز وهي فتتت الكولاجين، فالروابط بين التشو الدنتينال تشو صارت ضعيفه، فعشان هيك بسهوله بسكون اكسكافيتر بتروح معي. فانا مثلا اي فيلينج حتى حفلينج عاديه بشيل انا الارياز في الانامل وبشيل اول دنتين وبوقف اي فاينلايز ذا مارجنز، بعدين بفوت في الاريا اللي ديب اللي قريبه من البلب، بفوت فيها بالاكسكافيتر ما بفوت فيها بالبير. خاصه البير في بعضكم بقول خلص سلو سبيد والله بتشيل الانفكتد دنتين، بروح يشد عليها وسمول راوند بير، ما هي بتشتغل زيها زي الهاي سبيد، حتدخل حتى بالساوند دنتين. فبالتالي انا في الكيرز الكبيره بقول للطلبة لما كنت اشرف عليهم في عيادة الكومبريهنسيف، اشتغل دخلتي انت هون اوكي، نظف المارجنز كاملة، ثم بس خلصت المارجنز بالسمول اكسكافيتر في الديب ارياز اشتغل، او باستخدام السلو سبيد ولكن لايت تاتش، لارج ولايت تاتش. اوكي ما فيك. فاذا هاي هي الفكره، انه الكيريز لما اشوفه على الاكس راي انا بعرف في انفكتد غير اللي موجود على الاكس راي. خلاص تمام هيك وضحت. اوكي اذا معناته المره الجايه بحكي قديش تتوقع الانفكتد بعد الصوره. تمام.